أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد فاصل قصير. عن عروبة العراق والخليج، أياد الدليمي كتب مقالا في صحيفة العربية الجديد، جاء فيه: ثارت طائرة طهران على استخدام مسؤولين عراقيين مصطلح الخليج العربي، معترضة على هذه التسمية التي تعتبرها غير صحيحة. الاعتراض الإيراني يبدو أن وراءه هواجس كثيرة، خصوصا إذا ما علمنا أن الاسم الرسمي المعتمد لهذه البطولة هو كأس الخليج العربي، وسبق للدول الخليجية أن نظمتها في سنوات سابقة ولم نشهد اعتراضا إيرانيا على هذه التسمية التي تريد لها طهران أن تكون جدلية. يقول الكاتب: كان يمكن أن تمضي بطولة الخليج العربي في البصرة من دون احتجاج إيراني لو أن طهران رأت ثمار غرسها طوال 20 عاماً وقد أينعت بقطيعة شعبية بصرية لأهل الخليج، غير أن ما شهدته كان أكبر مما تتوقعه وتتخيل. كان يمكن أن تمضي بطولة الخليج العربي في البصرة من دون احتجاج إيران لو أن طهران رأت ثمار غرسها طوال 20 عاماً وقد أينعت. نعم، الأمر أعقد بكثير مما قد يراه المتابع. إنه نقاش وخلاف على التسمية والمصطلح. فطهران التي أدركت منذ ثورة تشرين عام 2019 أن نفوذها في العراق آخذ بالتضاؤل، استشعرت ذلك بشكل أكبر خلال بطولة كأس الخليج العربي التي احتضنتها البصرة. فعلى الرغم من أن أذرع إيران تدير البصرة كما غيرها من مدن العراق، وعلى الرغم مما بذلته من محاولة فصل قسري للعراق عن محيطه العربي، إلا أن ما جرى في البصرة خلال هذه البطولة أعاد ترتيب الأشياء بطريقة أزعجت إيران كثيرا. وقد كان شعور البصري العراقي بالانتماء إلى الحاضنة العربية الخليجية واضحا ولافتا، ومحاولة أهل البصرة ومن ورائهم كل العراقيين إظهار أقصى درجات الكرم والترحيب بالضيوف الخليجيين يحكي الكثير. في صحيفة القدس العربي تقول الكاتبة هيفاء زنجنة: تأخذنا الضجة الرسمية خاصة من قبل الحكومة البريطانية والإدارة الأمريكية وما صاحبها من تغطية إعلامية مكثفة حول إعدام أكبري، إلى ما يشبه بحلبة الملاكمة التي يتبادل فيها المتنافسان اللكمات في جولات صراع تبدو بلا نهاية. تضيف الكاتبة: الجولات التي إن تميزت بشيء فهو استخدام حقوق الإنسان كقفاز ملاكمة لحماية قبضة هذا الملاكم أو ذاك، ورضا أكبري ليس أول من تم إعدامه بإيران ولن يكون الأخير. إذا هذا كله وعلى مدى 20 عاماً من الاحتلال تقريباً لم يحدث ووقف أي مسؤول بريطاني أو أمريكي ليدين همجية الإعدامات بالعراق، كما لم يحدث ووقف أي رئيس وزراء بريطاني أو رئيس أمريكي ليدين همجية الكيان الصهيوني في قتلها للفلسطينيين على مدى عقود. في العراق بلغ عدد ضحايا الحرب العدوانية التي شنتها أمريكا وبريطانيا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحسب الإحصائيات الرسمية ما يزيد على 1 مليون مواطن عراقي، إلا أن عدد الضحايا الهائل وما خلفته الحرب من تخريب شامل لم يدفع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، الذي كان من أكثر مؤيدي شن الحرب واحتلال العراق حماسة عند مواجهته بعدد الضحايا، إلى الحديث عن احترام حقوق الإنسان، بل قال بعنجهية العقلية الاستعمارية: أعتقد أنني اتخذت القرار الصحيح وأن العالم أصبح أفضل وأكثر أماناً نتيجة لذلك، مضيفاً أن هنالك حكومة عراقية معترفاً بها دولياً. هكذا اختار توني بلير ومن تله من رؤساء وزراء سواء أكانوا من حزب المحافظين أم العمال مواصلة السياسة البريطانية الخارجية في شراكتها مع أمريكا المتبدية في الانتقائية ووجود معايير سياسية مختلفة تتحكم بتطبيق ميثاق حقوق الإنسان المفترض في أنه كوني شامل.
مما يقود إلى النظر في نوعية الحكومة التي وضعت أمريكا وبريطانيا حجر أساسها وتسويقها. ونقرأ من موقع مركز رسام مقالة للكاتب حاتم الفلاحي حول المغيبين في العراق. يؤكد فيه: الميليشيات قتلتهم وتسترت عليهم الحكومات، فقد وثقت منظمة هيومان رايتس ووتش عمليات الإخفاء القسري على أيدي القوات الأمنية العراقية في العديد من تقاريرها الصادرة حول هذه الحالة، وكان أبرزها ما أفادت به المنظمة حول تنفيذ القوات الحكومية إعدامات ميدانية دون محاكمات، وذلك في معركة استعادة مدينة الفلنج. استمرت عملية الخطف والتغييب بسبب غياب المحاسبة وضعف القانون وصولاً إلى عام 2014، حيث سيطر تنظيم الدولة على عدد من المحافظات العراقية، الأمر الذي فتح الباب واسعاً أمام ظهور ميليشيات مسلحة بغطاء حكومي وبدعم خارجي يتمثل بإيران والحرس الثوري الإيراني، لتقوم هذه الميليشيات بارتكاب جرائم حرب بامتياز، حيث مارست عمليات القتل والتغييب والتعذيب لكثير من الأبرياء الذين وقعوا ضحايا لأعمالهم الطائفية. تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن العراق يوجد فيه أكبر عدد من المفقودين، حيث وثقت أعداد المفقودين والمختفين قسراً منذ عام 2016 وإلى عام 2020 بأكثر من 250 ألفاً إلى مليون شخص مفقود. نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقال رأي لأستاذ الدراسات الشرق الأوسط الحديث بجامعة كولومبيا رشيد الخالدي، قال فيه إن إدارة بايدن تضاعف من قرار سلفها المتهور والاعتراف بمزاعم إسرائيل بالقدس عاصمة لها، وهو قرار خرق سياسة أمريكية عمرها 70 عاماً، وتمضي وزارة الخارجية بخطط لبناء السفارة في القدس على أرض سرقتها إسرائيل مباشرة بعد إنشائها من اللاجئين الفلسطينيين منهم مواطنون أمريكيون. وفي تشرين الثاني نوفمبر نشرت لجنة البناء والتخطيط في منطقة القدس ملامح مفصلة قدمها المسؤولون الأمريكيون في 2021 لبناء مجمع دبلوماسي على مساحة من الأراضي عرفت مرة باسم ثكنة الليمبي. عرضت الولايات المتحدة لعملية الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية لم تكن إلا مجرد كلام، فعلى مدى عقود تحسرت واشنطن من السلوك الإسرائيلي في وقت ظلت فيه متواطئة في استعمارها من خلال تقديم أكثر من 3 مليارات دولار كمساعدات عسكرية كل عام، ومعظمها يستخدم ضد الفلسطينيين. ومهما كان الأمر فيجب على إدارة بايدن رفض عملية البناء على أرض مصادرة وإظهار أن الولايات المتحدة لا تتسامح معه، علاوة على التواطؤ في سرقة مزيد من الأراضي الفلسطينية في القدس أو في أي مكان آخر. والفشل بعمل هذا سيزيد من جرأة نتنياهو وحكومته الخطيرة، ويزيد من الشك بمصداقية الولايات المتحدة التي تعاني منها في المنطقة. تحت عنوان: هل نجح بوتين في معركة الطاقة مع الغرب؟ قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن عام 2023 سيكشف عن الفائزين والخاسرين في صراع معركة الطاقة والتي أشعلها غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا خلال عام 2022. وأشارت في تقرير إلى وجود العديد من الأدلة التي تؤكد على قوة سلاح الطاقة والعواقب غير المتوقعة لاستخدامه، مستطردة أن هناك العديد من الفرص في أن تتحول أزمة الطاقة الأوروبية بنتائج عكسية على روسيا نفسها. إن التوقعات الجيوسياسية للطاقة تبدو أكثر ملائمة مما كانت عليه عندما غزت روسيا أوكرانيا لأول مرة، وهو ما أكده أولي هانسون رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك، الذي قال إنه مع انخفاض الطلب الأوروبي على الغاز بنسبة 10% انتهى الأمر بالقارة الآن، في وضع كان لا يمكن تصوره قبل شهرين فقط، حيث تحتاج الأسعار إلى البقاء منخفضة من أجل تحويل شحنات الغاز الطبيعي المسال بعيداً عن أوروبا
حتى لا تطغى على مرافق التخزين. واختتمت الصحيفة تقريرها بأن المحللين ذكروا أنه سيكون هناك مزيد من التحولات في عام 2023 بعيداً عن الغاز، حيث سيتم الاتجاه نحو توليد الكهرباء المتجددة وإجراء المزيد من إعادة تنظيم العمليات الصناعية، وبالتالي زيادة أمل الاقتصاد الأوروبي وترك روسيا تفتقر إلى مستهلكها الرئيس للغاز. برنامج أعمال وأرزاق يوثق الحياة اليومية للناس. كيف بدأوا مشوارهم؟ وما هي طريقة إدارة أعمالهم؟ ويسجل لحظات النجاح والإخفاق التي عاشوها. أعمال وأرزاق يأتيكم في الأوقات التالية على قناة الرافدين. لنبتعد قليلا عن نصوص الصحافة ونتابع بعضا من صور الكاريكاتير. في فقرة صورة وتعليق، سكان بلدة في باكستان ينقلون الغاز الطبيعي في أكياس بلاستيكية. يحمل السكان المحليون الغاز الطبيعي المخزن في أكياس بلاستيكية في مدينة باندا داوتشا في خيبر بختنخوا في باكستان، وعثر على الغاز الطبيعي في الحقول عن طريق الصدفة ولم يستكشف بالطرق التقليدية عبر أعمال الحفر الضخمة. الأكياس التي ينقلها الناس بشكل مرح كمنطاد طائر تتسبب في كثير من الأحيان في وقوع حوادث خطيرة. أكدت وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية فرونتكس أن عدد محاولات المهاجرين لدخول الاتحاد الأوروبي خلال العام 2022 بلغت نحو 330 ألف محاولة، وهو أعلى رقم منذ عام 2016، وأن نحو نصف تلك المحاولات جرت براً عبر منطقة غرب البلقان. وبغض النظر عن طريق الدخول، يشكل السوريون والأفغان والتونسيون ما يقرب من 47% من إجمالي المهاجرين، الذين كانوا نحو 80% منهم من الرجال. كما يستمر عدد من الأشخاص الذين يقومون برحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط يستمر بالارتفاع، وتم تسجيل أكثر من 100,000 محاولة للعبور بزيادة نحو 50% عن 2021، وكانت الغالبية من مصر وتونس وبنغلاديش، فضلاً عن أكبر عدد خلال 5 سنوات من ليبيا، وهي نقطة الانطلاق الرئيسة في شمال إفريقيا. والآن مشاهدينا نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف.
إذا كانت اليابان جادة بتحقيق الحياد الكربوني، فالطاقة الشمسية لن تكون كافية، ويجب أن تكون المحطات النووية جزءاً من هذا المزيج. بهذه العبارات برر معهد طوكيو للتكنولوجيا عودة اليابان مجدداً إلى استخدام المفاعلات النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك بعد توقفها لمدة 11 عاماً في أعقاب كارثة محطة فوكوشيما في 11 من آذار مارس من عام 2011. فما هي أبرز مفاعلات اليابان؟ المفاعلات اليابانية. تملك اليابان 54 مفاعلاً في محطات الطاقة النووية التي تغطي جزءاً كبيراً من حاجة البلاد للطاقة، تتوزع بين أكثر من 20 مدينة وتستخدم لتوليد الطاقة للأغراض السلمية. وقد بررت اليابان إعادة تشغيل المفاعلات القديمة بتقليص الانبعاثات الكربونية عن طريق المزاوجة بين استعمال الطاقة المستدامة والطاقة النووية للحفاظ على ما يسمى بأمن الطاقة من جهة، وبين خطتها للحياد الكربوني عام 2050 من جهة أخرى لتقليل انبعاث الغازات المسببة للتغير المناخي. الأسباب والدوافع. لا شك أن الزيادات العالية لفواتير الطاقة خلال عام 2022 قد أجبرت اليابان على العودة للمفاعلات التي لا تحتاج إلى الغاز الطبيعي المستورد من روسيا بنسبة 9% قبل الحرب على أوكرانيا، والعمل جار حالياً لإعادة تشغيل أكبر عدد من المفاعلات مصحوباً بالسعي لبناء مفاعلات أخرى جديدة من الجيل الثاني. وقد اجتاز 17 مفاعلاً فحوص السلامة، واستؤنف العمل بعشرة منها مع تشغيل 3 مفاعلات نووية على ساحل بحر اليابان يزيد عمرها على 40 عاماً بحسب وكالة كيودو اليابانية. فهل ستجتاز اليابان أزمة الطاقة؟ ما رأيكم؟ وبهذا تنتهي فقرات صدى الأقلام لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة ونلقاكم على خير.